السلام عليكم. لطالما قيل أن العظماء يولدون من بطون أمهاتهم، هم حقا كذلك، فأحيانا لا التاريخ سيشفع لك، ولا كثرة الأموال ولا النجوم ستفيدك في تحقيق مبتغاك. ومن قال لا فلينظر للإنجاز التاريخي الذي حققه الربان رضوان الحيمر مع النادي الرياضي السلمي، هو إنجاز تاريخي ومستحق، لا يسعنا إلا أن ندرجه ضمن خانة المعجزات. كيف لا وقد تحقق بإمكانيات بسيطة، منها ما هو مادي ومعنوي أيضا. لا شيء يأتي من فراغ لا من بعد جهد كبير ومتابرة، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. إنه رضوان الحيمر عراب النادي الرياضي السلمي وصانع أفراحهم وأمجادهم، كيف لا وصاحب هذه النظرات الثاقبة والرؤية الصحيحة نجح بفلسفته وبمعية تركيبته البشرية في قيادة النادي الرياضي السلمي من جحيم ظلمات الهوة إلى قسم الكبار الحائل الحلم أضحى حقيقة. النادي الرياضي السلمي يحقق الصعود للقسم الوطني الأول للمحترفين. ما حققه رضوان الحيمر وأبناؤه داخل أسوار النادي الرياضي السلمي إنجاز تاريخي بكل المقاييس، سيظل راسخا في تاريخ الكرة المغربية. رفاق العلوش منذ بداية الموسم أبانوا عن نيتهم في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود، إذ كشروا عن أنيابهم كما مرروا الرسائل المشفرة لكل الخصوم داخل الميدان وخارجه، مفادها سنقاتل إلى آخر رمق ولن نكون لقمة سهلة المنال لأي فريق كيفما كان. فرغم الصعوبات والعراقيل التي لا تعد ولا تحصى في طريق كتيبة الحيمر، ولعل أبرزها أن الفريق يستقبل مبارياته في ملعب الرز بمدينة برشيد. هذا الملعب الذي سيبقى هو الآخر شاهدا على ما فعله النادي الرياضي السلمي من إبداع وإمتاع يسر الناظرين. ما فعله النادي الرياضي السلمي يسلب الألباب ويحبس الأنفاس، كيف لا والفريق في ظرف وجيز تسلق المراتب والأقسام في صمت، من جحيم الأقسام السفلى إلى ظلمات الهوة، مرورا بالقسم الوطني الثاني للمحترفين، حيث أبدعوا وأمتعوا وقرعوا أعداد الأندية محققين بذلك الصعود لقسم الأضواء. ولأن أكثر العارفين بقانون البدايات من وصل بعد عنا، فهذا الصعود ما هو إلا ثمار عمل دؤوب يعود لسنوات أفرز سيرورة من النتائج الإيجابية التي تحسب للربان رضوان الحيمر وأبنائها. خالد بادو، أخبار الفجر المغربية، الجزيرة.